بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي من جديد في رواحل وفي رمضان الكريم مع أهداف جليلة ودروس رمضانية لعلنا نقف معها بحول الله تعالى. لا شك أن رمضان أيام معدودات كما قال الله سبحانه وتعالى، فبعد أن استقبلنا الشهر ها هي عشر الرحمة قد انقضت، وها نحن قد دخلنا على عشر المغفرة، لكن يبقى السؤال هو ما الذي يبقى معنا من رمضان؟ أترانا نصوم الشهر ونصليه ونتصدق فيه ونفعل فيه الخيرات حتى إذا غادرنا عدنا إلى قديم أحوالنا، وقديما قالوا كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. فرمضان شهر وينقضي، لكن رب الشهور هو إله واحد قادر محيط بالزمان والمكان، فما الذي ينبغي لنا أن نتشبث به حتى نثبت بعد رمضان؟ هذا هو السؤال العظيم الذي حارت فيه عقول الكثيرين، بل إننا نرى كثيرا من المسلمين يعبدون ثم ينتكسون بعد رمضان. والحقيقة أن السر في كل هذا، أو قل إن شئت ليس بسر، هو ما قاله الله عز وجل في تقصيد الصيام في آيات الصيام من القرآن الكريم: لعلكم تتقون لعلكم تشكرون. فالتقوى والشكر هي السبيل الأمثل الذي من خلاله يثبت العبد بعد رمضان. فمدرسة رمضان مدرسة ومحطة نتزود فيها بالتقوى ونتدرب فيها على الشكر لأنعم الله عز وجل، وهو شيء تحدثنا فيه وأطلنا فيه النفس. لكن السؤال الماثل أمامنا الآن: أين هو محل هذه التقوى؟ كيف تتحقق التقوى؟ والحقيقة أن التقوى إنما تتحصل في القلوب. فالذي سيثبت بعد رمضان والذي سيثبت بعد كل أفعال الطاعات والعبادات هو من سيهتم بقلبه، لأنه كما جاء في الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث الآخر: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك مثل علماؤنا القلب كالملك الذي يخدمه جنود. فالقلب ملك على مملكة هذا الجسد الإنساني، وجنوده هي هاته الجوارح من لسان وسمع وبصر. فإذا سلم الملك أي القلب فإن الجوارح ستسلم، كما أن الجنود يؤثرون على القلب في علاقة جذلية بين القلب والجوارح، لكن منطلق الصلاح والإصلاح لا يكون إلا بهذا القلب. فها هو الله عز وجل يكثر في آيات القرآن بيان مركزية القلب في عملية الصلاح والإصلاح، فيقول هو عز من قائل في وصف الكافرين وفي سر تمنعهم عن تلقف بلاغات الله وآياته: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهاته القلوب هي التي يختم عليها حتى لا يعود لها سبيل للصلاح، أو كما قال الحق عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، هاته القلوب هي محل نظر الله عز وجل. الناس ينظرون أخي في الله إلى لباسي ولباسك، إلى نوع مركوبي ومركوبك، إلى مسكني ومسكنك، لكن الله عز وجل لا ينظر إلى شيء من كل هاته الأمور، ولكنه عز وجل ينظر إلى القلوب. نعم، ربنا رب قلوب، القلوب الطاهرة، القلوب الخاشعة، القلوب المخبتة، القلوب التي استنارت بمعرفة الله وأضاء فيها شوق إلى الله، هي القلوب التي ستثبت على الطاعة. فحق لنا إن أردنا أن نثبت بعد رمضان أن نلتفت إلى هاته القلوب ونطهرها من الأضران والأوساخ، ولعلنا نبين شيئا من تفصيل ذلك. إذا كان هذا القلب بكل هاته الأهمية، وإذا كان له كل هاته المركزية في السير إلى الله، فحق لنا أن نعتني به ونرعاه ونهتم به ونجعله محل عنايتنا
ونجعله محل اهتمامنا في الدرجة والأولوية الأولى، ذلك أن كثيرا من المسلمين عندما يريدون بداية الطريق إلى الله ورمضان فرصة لذلك يلتفتون إلى أشكالهم وصورهم، بل إنك تجد كثيرا من المسلمين يتساقطون في الجزئيات فيقيمون لأجلها الدنيا من قبيل اللباس أو شكل الزي أو غير ذلك، وهذا كله سنة نبينا لا نخالف فيه، لكن كل هذه الأشكال التدينية إذا لم تؤخذ على قلوب نقية طاهرة فإنها ليس لها كبير نفع. لذلك نعالج قلوبنا بمعرفة وظيفة هذه القلوب. نعم، فلمعرفة هذه الملكة واللطيفة الربانية دور أساسي ومركزي في سلامتها وطهارتها حتى نكون كما النموذج الأمثل نبي الله إبراهيم حين وصفه الله عز وجل قائلا إذ جاء ربه بقلب سليم. فحقيقة القلوب أنها تقوم بوظيفتين اثنين أساسيتين، أما الوظيفة الأولى فهي وظيفة الإدراك، إدراك الأشياء، معرفة الأشياء، إعطاء تصورات للأشياء، إعطاء فلسفة للوجود. فالوظيفة الإدراكية هي الوظيفة المركزية لهذه القلوب، والشيطان إنما يخدر الإنسان من خلال التلاعب في هذه المدركات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أشراط الساعة أن الناس يجعلون المعروف منكرا والمنكر معروفا فتختلط عليهم المفاهيم. أما الوظيفة الثانية بعد وظيفة الإدراك هي وظيفة الإرادة، فالإرادة هي القدرة المنبعثة من الإنسان ليفعل ما توجه إليه قلبه. فالفرق بين من يصلي الفجر ومن لا يصلي الفجر هو الإرادة، الفرق بين من يكتم لسانه عن الحرام والغيبة والنميمة ومن يلقي للسانه الحبل على غاربه هو الإرادة. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جامع مانع ماتع يختصر قصة القلوب. نعم، قصة القلوب. يقول هو بأبي وأمي تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي أن الشهوات والشبهات وأمور الدنيا تعرض على قلوبنا نحن المكلفين كعرض أعواد الحصير. الإنسان اللي كيصنع الحصيرة أكيد كيركبها بالأعواد، عود مع عود مع عود فيحصل على حصير. أنت إذا نظرت إلى العود وحده قد تحتقره وقد تنظر إليه على أنه شيء يعني لا قيمة له، لكن عندما تنظر إلى الحصير وقد ركب من الأعواد تعلم عظمة هذا العود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا هذه الشبهات والشهوات التي نقذف بها ليلا نهارا سرا وجهارا كمثل الأعواد التي يساغ بها الحصير عودا عودا. ثم قال هو بأبي وأمي فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبان، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب مرباز كالكوج المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاصة ما أراد النبي بالحديث هو أنه من وقع الذنوب إما أن تقبلها أو ترفضها. مثلا تأتيك النظر الحرام في الشارع، فإذا أنت نظرت يطبع الله عز وجل في قلبك نقطة سوداء، أما إذا أنت غضضت بصرك الله عز وجل يجعل في قلبك نقطة بيضاء. وقس على ذلك كل الأمور، عرض عليك المال الحرام قبلته سيغرس في قلبك نقطة سوداء، رفضته سيغرس في قلبك نقطة بيضاء، حتى تصبح قلوب العباد على قسمين. قال القلب الأول هو قلب المؤمن كحجر الصفا، والحجر الصفا هو الحجر الأملس كنقولوا احنا المسن، لا يقف عليه شيء، لذلك هذا قلب المؤمن مهما يعني تعرض للشهوات والشبهات فإن قلبه يبقى طاهرا نقيا سليما. أما القلب الثاني وهو قلب المنافق أو قلب الكافر فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب الأسود المقلوب الذي ملئ بالسواد، فهذا القلب عندما تتكاثر عليه المعاصي والذنوب يصبح لا يستطيع أن يختار المعروف ولا أن يجتنب المنكر، بل إنه يفلسف الحرام ويسميه بغير أسمائه. لذلك حق لنا
إذا نحن أردنا أن نثبت أو أن نثبت بعد رمضان أن ننتبه إلى هاته القلوب، فهي التي بسببها نثبت أو نضل ونزل، وهي التي نتقرب بها إلى الله أو بها نبعد عنه عز وجل. وسنفصل شيئا في أعمال القلوب، فإلى لقاء قادم طابت لكم الأفراح، وكنتم من الله أقرب.